السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنشوف الطريقة الصحيحة لإذابة الشوكولاتة الخام. انا عندي طريقتين لتسيح الشوكولاتة. اول طريقة ان احنا بنسيحها كده لوحدها من غير اي اضافات او بنضيف عليها الكريمة او الزبدة. هنشوف مع بعض الطريقة الاولى، طبعا هي بتختلف حسب الوصفة اللي هتستخدميها فيها. هنشوف مع بعض الطريقة الاولى. الطريقة الاولى هنجيب كسرولة وفيها مية ان احنا نسيح فيها الشوكولاتة على البخار، فهنحتاج كسرولة فيها مية. اول ما المية تبدأ تسخن مش هنستنى انها تغلي، هنجيب طبق بايركس او ازاز وهضيف فيه الشوكولاتة، واكون متأكدة ان ارضية الطبق مش ملامسة المية. يعني مثلا ما ينفعش اجيب مثلا طبق صغير واحطه جوه وفيه الشوكولاتة، كده الشوكولاتة هتعجن، هتتعرض لحرارة عالية فالشوكولاتة هتعجن ومش هتبقى سايلة معانا. فاحنا بنجيب طبق اكبر من حجم الحلة اللي انت مستخدمها فيها، وهنضيف فيها كمية الشوكولاتة وهنشيل كده، نسيب اربع خمس حبات او قطع من الشوكولاتة برة، وهنقلبها باستمرار لحد ما تسيح معانا. الطريقة دي بنستخدمها في الوصفات، زي مثلا لو حابة تعملي كرات من الشوكولاتة، او لو حابة تغلفي اي نوع من انواع البسكوت، او كرات جوز الهند، اللي هي الوصفات اللي محتاجة الشوكولاتة تجمد عليها بسرعة وبتعمل كده طبقه مقرمشه شويه او طبقه جامده شويه، لان الشوكولاته لما بتسيحيها من غير اي اضافات، مجرد ما بتحطيها في جو بارد 3 4 دقائق بتبدا تمسك تاني وتجمد. انا عندي هنا خلاص معظم الشوكولاته ذابت، هشيلها من على البوتاجاز. واول ما اشيلها هضيف عليها باقي قطع الشوكولاته اللي احنا كنا سايبينها علشان يخفض لي الحرارة بسرعة، وهنفضل نقلب لحد ما تسيح. كده عندي خلاص تقريبا مفيش كتل شوكولاتة خالص، كده الشوكولاتة بقت جاهزة، شايفينها بتبقى سهل خالص. ده عندي قوام الشوكولاتة بعد ما بنسيحها. طبعا بنسيبها تبرد شوية او تبقى في حرارة المطبخ قبل ما نستخدمها في تغليف اي شيء. دي عندي الطريقة الاولى. هنشوف بقى الطريقة التانية. تاني طريقة معانا هي طريقة الجناش او الشوكولاتة اللي دايما بنستخدمها في الكيكات او المعجنات. عندي هنا الشوكولاتة بحتاج معاها كريمة خفق وزبدة. عندي هنا حوالي نص كوباية من الشوكولاتة او اكتر شوية، وعندي ده مقدار الربع كوباية، عندي اقل منه، يعني انا مش مالية الكوب كله، اقل من ربع كوباية مع نص كوباية الشوكولاتة الخام ونص معلقة من الزبدة. نسبة الكريمة او الشوكولاتة النسبة مع بعض حسب الوصفة، يعني كل ما تبقي حابة ان الشوكولاتة تبقى سايحة شوية ما تمسكش بسرعة او ما تبقاش طبقة جامدة على الوصفة اللي تستخدميها، بتزودي كمية الكريم، هتخليها سايبة شوية. الطريقة دي بنستخدم الكريمة، هنحطها على البوتاجاز لحد ما تدفى بس، ما نسخنهاش خالص، ما نغليهاش خالص، ما نستناش حتى لما تقرب تغلي، مجرد بس ما تبدا تعمل فقاقيع كده من الاطراف، يعني خلاص شويه وهتبدا تغلي نشيلها على طول من على البوتاجاز. عندي هنا انا سخنتها، هبدا اضيف عليها الشوكولاته بعيد عن البوتاجاز ونبدا نقلب لحد ما الشوكولاته تسيح خالص معانا. هي الحراره اللي في الكريمه كافيه قوي انها تذوب الشوكولاته، لكن لو سخنا الكريمه او غلت معانا الشوكولاته هتكتل معانا، هتبقى زي كتله كده وفيها
زي حبوب كده، مش هتبقى سايله كده، ما تعرفيش تغلفي بيها الكيكه. كده عندي اهو خلاص قربت تسيح. اول ما تبدا تقرب بالسيح هنضيف الزبده. الزبده بيدي لمعان ونكهه لصوص الشوكولاته. هذا عندي هنا خلاص، وهنا قوام الشوكولاته عندي ربع كوبايه كريمه مع نص كوبايه الشوكولاته الخام. كده عندي خلاص شفنا مع بعض الطريقه الصحيحه لاذابه الشوكولاته، ذوبناها بطريقتين، كل طريقه حسب الوصفه اللي تستخدميها فيها. الطريقه الاولى هنا ذوبناها خام، بنستخدمها لو حابه تصنعي كرات الشوكولاته او تغلفي بسكوت او كرات جوز الهند، بتعمل طبقه جامده على الوصفه اللي تستخدميها فيها وبتجمد بسرعه. والوصفه الثانيه استخدمنا فيها الكريمه او الجناش، ده بنستخدمه لتغليف الكيكات او المعجنات والمخبوزات. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتم منه ان شاء الله. مع ألف سلامة.